السلام عليكم أصدقائي، يسعد نهاركم يا رب كل خير. اليوم الجمعة، أتمنى التوفيق للجميع يا رب. الجمعة مباركة للجميع يا رب. في أحد الأصدقاء كان طلب مني إنه الخلطة اللي استعملها أنا للطيور يعني للفراخ، فأنا قسمت قسم من الخلطة، يعني البيض المسلوق، الخيار، تمام، فيتامينات، معادن وفيتامينات، تمام، طبعا إضافة لبزر دوار الشمس، بزر الشوك، بزر عباد الشمس، تمام أصدقائي. طبعا أنا أزق الأفراخ هاي أو بهاي، أو إذا صغار كتير بإبرة خاصة لهم. أصدقائي هلا هيك أنا فرمت البيضة، بياض البيضة. طبعا أنا بدي أشتغل لوجبتين بس، يعني مو أكتر، تمام. هلا عندي الخيار، بجيب الخيار، هذا الخيار، أو أبرشه بالسكينة برش أو بالمعلقة، تمام. خليني أفرجيكم شلون كيف تبرش الخيار. خليني أثبت الكاميرا، تمام. هذا الخيار، البرش يصير هيك، يعني بحيث انه ما طالع الخيار قطعة كبيرة، تطلع قطعة صغيرة ناعمة. الخيار يعني كتير مفيد للمعدة الطير مع الاكل. شوفوا اصدقائي، هذا برش الخيار ببرشه هيك. ما بدي اطول الفيديو، رح ابرش الخيار وارجع لكم مرة تانية، اوكي. طبعا شباب رجعنا برشنا الخيار بشكل ناعم، بدنا نعمل بياض البيض. طبعا الخلطة هاي امر الحسون او الكناري او اي طير تاني، في تعطيها لاي طيور تاني بعمر 10 ايام وما فوق، يعني مو عمر يوم او يومين. يفضل الفرخ عمر يوم يومين ثلاثة، يضل تحت امه بالعش طعميه لمدة 10 ايام اقل شيء، تمام. 10 ايام داشو وطاعه وزقوا على ايدك، تمام. هلا فرجيكم عندي كمان هلا الطيور طلعت الفراخ، افضل طريقة هاي هي، تمام تمام. هلا هون راح نخربط البيض كمان مع الصفار معاهم. طبعا انا بدي احصل على نعومة اكتر البياض البيض، يعني بياض شوي يعذب. نجيب انا شيء حتى طالع بزر الناعم، البزر حتى طالع البزر الناعم، بزر دوار الشمس او عباد الشمس بهالطريقة هاي. ممكن تلاحظوا شلون ينزل البزر، شايف البزر الناعم، انا حصلته على انعم بزر، انعم بزر بالحبة طلعت الناعم. لاحظوا شلون طلع البزر الناعم، هذا للطيور يعني. نغير كمان طالع بزر الناعم شيء تاني، طبعا انا محصل هون بزر ناعم. نخلص بزر ناعم وارجع لكم فيديو حتى لا يطول عليكم الفيديو. طبعا هون هذا هو البزر. هلا الكمية اللي انا حطيتها نص بيضة، قطعة خيار، قطعة دهشتة، تمام، مع الصفار. طبعا هاي الفرخ عمره فوق 10 ايام، شلته من عند امه، يعني شلته من العش. طيب انا هلا ايش بدي ابلش اخلط هذا المزيج كله ببعض، تمام. باقي عندي ايش الفيتامينات بس، راح اخلط المزيج بهرسه بهالطريقة. هذا البياض ينهرس حتى مع الخيار، يصير عملية الهضم مع الطير. اذا في قشر بيض تشيل، قشر دوار شمس تشيله. هون الخيار والبيض، بياض البيض الخيار معاه التعفيس، هذا هيك الهرس، تمام، بيعمل عملية هضم بسرعة، تمام. راح اخلصه وارجع لكم فرجيكم اخر شيء. طبعا اصدقائي رجعنا كمان هرسناه
البيض شوي، انا عندي دواء فيتامين، انا بدي احط الفيتامين للطيور. طلع انا ما استعملت الكميه، بدي احطها قليله، مو حابه كميه فيتامين من الطير، لا شايف كميه معقوله، هاي بتكفي كثير لانه هذا فيتامين. تمام، حطينا الفيتامين هذا للطير، حطيناه بالمي، نجيب المي، نحرك المي حتى الفيتامين يذوب كويس. حط الفيتامين، طبعا ايش عندك نوع فيتامين للطيور بيمشي حالك. هلا حطينا الفيتامين، نبلش تخليط الفيتامين مع البيض. معلش الدنيا شوب، خلي كمية المي شوي زيادة. حط الطير يبلش يعطش. انا الحمد لله عندي طيور صار عمرها 15 يوم، بلشت تطير يعني فراخ 15 يوم، هلا بشوفها اليوم صار عمرها 16. راح تطير مترين ثلاثة امتار، تطير وتنزل تطير وتنزل، يعني انا استغربت من الطير. بس انا جبته بعد 10 ايام 11 يوم ما عند امه، يعني مو اول يوم او ثاني يوم، لا غلط يا شباب. يفضل اول 10 ايام 11 يوم يضل مع الام حتى هي تطعميه بطريقه صح وغذائيه اكثر. طبعا هذا ما ينعطى بالابره، او اذا انعطى بالابره ينعطى بالابره بدون راس الابره، او اذا عندك خلاط وعندك كمية كثيرة فوق 10 15 فرخ فيك تضرب بيضة. انا نص بيضة هون عملت على ايدي على الخلاط، وشقفت الخيار هاي. راح اجيب الفراخ الصغار، ما دام عندنا الفراخ فيني هاي قصة شكل الزاوية بعطيهم فيها تجي تعبى اكثر. الكاميرا والتصوير وايدي ما عم تحكم شوي. الطيور جاعت لانه تاخرت عليها، هلا صار وجبتين ثلاثه من الصبح كمان عم تطلب. تانيين عم يسمعوا الصوت، في ثلاثه تانيين هدول بلشوا يطيروا، هدول عمرهم 12 يوم 13 يوم، هدول تانيين بلشوا يطيروا، يعني هدول صار لهم يومين ثلاثه جاي مع امهم. طبعا كل يوم بتنظف، من امبارح نظفت، اليوم لسه راح انظف تحتهم كمان. خلص الطير بس تعلم عليك، خلص راح يبلش هو يحط الاكل اللي يعلق على تمه راح ياكله. حركها تحريك قليل، فيني بالعصاية كمان أعطيهم، بس العصاية شوي ما بعرف، أنا ما أعلق كثير أكل يعني، عصاية صغيرة يعني، يعني هيك هي الطريقة هاي، بس أفضل هاي، أنتو شو يسموها المصاص بالعصير، طريقة العصير هاي، بتطعمي أكثر، بتشبع أكثر. حتى لو وقع الأكل فيك تعطيه، طلع الأكل ما شاء الله تعبى. هلا بنظف تمهم كمان، بس خلص يعني معي شي على التم لزق. هذا الشبع خلص، نفتح تمه للشبعان، هذا شبعان ما ياخذها، خلص شبع. الثاني لأنه هذا ما شبع،
له بعد نص ساعة ساعة، شوف حسب، يمكن نص ساعة الوجبة تاني يعطيهم إياها حسب الطير ما ياكل. لو في طيور تفتح تمها بس شبعانة خلاص، هذا كمان شبع. هلا بعد شوي كمان الوجبة الثانية يعني هدول لأنه بلش يطيروا فانجبرت أحطهم في قفص، يعني صار يطيروا يطلعوا مع أخواتهم الثانيين، هدول أكبر منهم بيومين فبلش يطيروا، يعني عمر هدول صار 16 اليوم، اليوم صار 16. طير رح يعذبني هون شوي، هذا بلش يطير بده ياكل، بسم الله ما شاء الله. فالشباب هاي هي نصيحة، وإذا فراخ أقل من عمر 10 أيام راح أعطيكم طريقة تانية، بس يفضل يكون الفرخ تحت أمه يضل بالعش مدة 10 أيام بعدين. أتمنى التوفيق للجميع، لا تنسونا الدعاء والاشتراك بالقناة يا شباب، والاشتراك حتى توصل المعلومة لأكبر عدد ممكن. السلام عليكم.